ستنينة حطوم، كيفك؟ اهلا، كيفك انت؟ كتر خير الله. ستنينة، انا كنت مارق من كام يوم من هون بنزلة الصنوبرة هون، انتو بعد صندوق الزكات، شارع اللبان، اول شارع اللبان. لفت لي نظري عم بتبيعوا اشياء موني. موني جبلي، كله شغلكم؟ شغل الجبل. جبل كفر سلوين ومنزور. اوكي. يعني الموجودات لعنا كلها شغل ستات بيوت، مش شيء صناعي، وكله ما فيه مواد حافظة. مثلا بلشنا بتشرين بالشغل عآخر الموسم الصيف، يعني بتقطف وبتخلص، ولتشرين انا ما برجع بعيد، برجع بيها بعد تشرين، يعني سنة الجاي. يعني عرفت كيف؟ خلص بتوقف هون لانه ما في مواد حافظة. أوكي. وكله ما كمان على فكرة الموني كلياتها هيدي الاشياء اللي بنعملها مثل الباذنجان، الرب، البندورة قصدي، الورق العنب، هو كله على الطبيعة. يعني هي شيء تبعوا المواشي، زي المواشي. والخل عايدنا بنشيله. طيب في عندي زيت الزيتون طبعا، هذا لانه نحن مش موصوف عندنا زيت زيتون، ليش نحكي ونقول؟ هيدا من حصبايا بيور ونضيف، ناس بتعرفي عليهم من 10-15 سنة، ما بجيب لبيتي بتعمل الناس. هذا يكون انه الواحد كنت ترضاها لإلك، تكون على صفات النية، وتكون مرتاح بالأكل عم تاكلها ومبسوط فيها، طعمي غيرك يعني. صح. انت ما بتاكل، انت طعمي غيرك، هيك انا هذا مبدأي انا. نحن بجنينة، بكفر سلوان، بكفر سلوان بالجلال، يعني بجنينة. في عنا نحن توت. ورجعنا كمان في حدا حب يعمل، ما بعرف إذا هذا بتسمع فيه، عصير الأفندي. أي أكيد. عصير الأفندي وشراب التوت. عندي ست أنا، ليش حكيت نحن ما عنا مزهر الموارد؟ مزهر الموارد من عين عنوب، ست بسوي لهن لإلي بالبيت. بيور. مزهر الموارد. وكمان عندي مشايخ بعلي، هيدا كله بيعرفوا بالشوف، بيعملوا حلويات، كعك بدبس، لوزية، بتفور، سبلي، بس كله كمان نظيف مرتب، طعمي طيبة، مش انه كمان اشياء هيدا يعني. ودبس العنب ودبس الخروب كمان، شو باقي يعني؟ كل بلدورة، حمص بلدي، حبته صغيرة لأنه اللي بيقول انه لانه حبته صغيره، في حال اذا اجى حدا بده يشتري حبته صغيره لانه بلدي، وعندي الفاصوليا كمان هو بلدي. عندي صنوبر وجوز ولوز، بلدي البلدي اللوز، مش مستورد، بيكسروا لي وبيبعثوا لي، وصنوبر كمان وجوز كمان. ستنينة، شايف هون عندك، قلتي لي هون شو هيدا؟ في عصير الحصرم. هيدا عصير الحصرم. بيور كمان الكبر سلوان. وفي كبيس كمان عندكم؟ ايه كمان الكبيس مقتي وخيار بلدي ومشبكة. وهيدا اللبنة كله مكبكبة شغلكم كمان؟ ايه بقر ومعزة كمان شغل. حلو. بقر كمان بيعملوه هيك؟ في بقر ومعزة، وفي هيدا بفلافلة، لبنة بفلافلة، لبنة بورق عنب، لبنة محار، هيدا كشك. كشك اخضر عاملينه مثل اللبنة، بيتاكل كتير طيب. وهيدا معنانا، هيدولي معنانا لبنة بقرة. وهيدا هون مكدوس باذنجان. هاي مكدوس باذنجان بحار، هيدا بلا حار. اوكي. هيدا كمان هيدا كتير طيب. هيدا شو؟ هيدا عصير النعنع، اسمه شراب النعنع. اوف، أول مرة بسمع فيه. كتير طيب، شراب مثل ما بتشرب شراب الورد وشراب التوت وهيك. والناس هيدا كمان بيور. ايه بيور، ما فيه شيء. ايه. اجل عندي شاب صريف حاصل على السكر، إذا فين سكر، قال لي أبدا. هو عنده سكر الحرام. طب ستنينة، شايف عندك هون كمان مربيات فوق. هاي مربيات غرشك، فريز، تين، لقطين، تين من الكوز كامل، كوز كامل مع جوز. هيدا تين اسود. هون كمان عندي، هون عندي تين اسود، مربى التفاح مع سيمسون، كتير كتير طيب. كمان نحنا من عنا من الضيعة المشمش. مشمش عودي الوسقرة. عندي عسل، عسل سنديان وعسل الشوكي كمان. أيه. هودي في العدس، عسل سنديان عندنا نحن نعمله شيء طبي، مش انه هيك، مهم انه اكلنا بس عسل يعني بفيد. وسمه
هذا السماء كله شغل بيت. هذا السماء شغل ايه، وهذا كله تحويش بريق الزعتر وبيتنظف بيترتب في بخلط مع سماء وسمسم في بلخات. بس كله زعتر بلدي، ما بلدي عندك بلدي بلدي، ما عندك حلبي او لا 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 ما بدك. والكشك انا مسويته، كشك بقر ولا معزي؟ معزي. ولا معزي بقر برضه بجيب له، عندي اختي بتعمل بقر بس وعندي زهورات تحويش كمان. هذا كله اها هاي زهورات تحويش كمان. وعندي هاي خلطه للحم والدجاج لحتى تروح زيادة الزنخة يعني كل شيء، وطعمي طيب يعني، فيها رنفول وقرفة ورق غار حر، فيها هيل، فيها هيدي خلطة ال. وعندي تين مشرح كويس كمان وعندي مشرح بس حطيتهم بالبرار لأنه أنا بفضل إنه كل شيء يكون مرتب. وعندي زبيب، هذا زبيب شو؟ وبلدي؟ هذا زبيب بلدي أنتوا بتعملوهم؟ شغل يعني رشاية، هاي دولي شغل ست برشاية، في كتير برشاية بس أنا الناس اللي بتعمل لبيتها شيلوا شوي وقطوني منه. حلو. ولسنة الجين الله رد لأنه فاتحين جديد، كلنا بدنا نكفي معهم إنه يعملونا لنا شيء بيتي. وشايف عندك ملوخية فوق كتير كمان. الملوخية هاي الملوخية صحيح غالي بس بلدية. لما تقولي لي غالي قد الكيلو؟ 200 مليونين. مليونين طبعا الكيلو بيعمل ملوخية البكتيريا وهي بتعمل طبخة. بس هاي الملوخية أنا إذا لا مصرية ولا شيء، مزروعة قدام باب شنينة كبيرة ورقة لو ما مجربتها ما جبت منها. حلو. أهم شيء إنه الواحد يشتغل بضمير عن جد، لأنه ما فينا نحن كمان طعم العالم ويسبونا، لا حتى مش يسبونا عن ربنا مش منيح. صح. أم سوري يعني إنه عم بحكي هيك. حكينا عن ربنا. زيتون ستنينة شو قصته؟ هيدا زيتون من عين عنوب. كمان ست هي بتكبس لي اياهم، هو السنة الماضية بلاش تقول السنة بدها عندك اسود واخضر. اسود واخضر. والسنة الماضية كان موسم الزيتون اعلى بكثير. اعلى بكثير السنة. السنة ما في ما كثير عم بيعطوني لانه عم بيعطون بيعملون زيت، حتى الزيت قليل وغالي الزيت كثير. هلا ان شاء الله السنة لي 150 دولار. بس ما بيصير حرام. السنة الجاية الزيت بزيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما بعرف كيف بتكون الاشياء على الله. حتى كمان هيدا ما شرحت عنه، هيدا بندورة. هيدا بندورة بلدية بنفرمها ومنعقمها. اوكي. سوري بنفرمها ومنحطها مرطبين ومرجع بنغليها بتتنضغط. بتعيش سنتين ثلاثة وبتفتحها انت. هيدي للطبخ. للطبخ. للبيب زيت، للبيتزا، شو ما بدك. وعندك هونيك رب البندورة كمان. ايه عندي رب البندورة بيور كمان. هونيك في مزهر مزهر ومور. حتى الصغار هونيك الكبار هون. حلو. بس أنية المزهر قديش سعرها هلا الصغيرة؟ 8 دولار. 8 دولار والكبيرة؟ 15. حلو. أسعار معقولة جدا. أسعاري ما ليك، أنا سألت برا العادي واشتغلت على شغلي، بس أنا كيف ما استلمي مش حاطة ربح إلا قليل جدا. بيقولوا لي حطي 25%، لا 15، لا أقل من 10 حاط. منشان أنا أكون مرتاحة وزبون يكون حرام، يعني مثل ما أنا بدي أروح أشتري وبأفف نفس الشيء. صح. يعني شو بيقولوا، بيع كتير وربح قليل. طب ستنينة شايف عندك برا شغل مثل قش و هلا بالنسبة للقش، هلا موضوعي أنا بالنسبة للموني هو إجا الموضوع الموني إني فتحت المحل، خي شجع إنه هو بده يفتح محل ويقعد فيه وأنا أعمل له بيقاري لأنه قوي. أنا حرفي والحرفيين انا كثير حرفيه شمع وصابون والسلال وهي الاشياء نحن بالحرفيين، فهيدا بتبع مع الموني. السلال والقش كله بيتبع مع الموني. ففي بتيجي ستات مثلا انه عملي لنا سل، بعمل باكج مثل هاي مثلا فرجيك عليها. يعني هذا شغلك برا كله؟ هيدا شغل بالحرفيين اصحابي، شغل ايد مش مستورد، شغل ايد مثل هاي مثلا سلي. هيدي مثلا هلا لعيد الميلاد، هلا عيد الميلاد بيحطوها، هلا عم حاطه لعيد الميلاد حاطه فيها موارد نعنع الافندي، حاطه فيها لوز جوز زبيب تين. هيدا اسمه الطعميته كنه البوسفير. وزينه الميلاد وينعاد على الجميع بخير، كل سنه بخير على الكل. شو بدنا نعمل يعني ستنينة؟ هلا اللي بيكون عم يشتري من عندي مش بس بيكون عم بياخد شيء نظيف، بيكون كمان بنفس الوقت عم بيساعد هال
الستات او هالناس اللي بالريف. ايه طبعا طبعا هذا كانت يعني خطوه حلوه انه نساعدهم لهم هن يستفيدوا ونحن نستفيد، خاصه بهالازمه الاقتصاديه. خاصه بالازمه الاقتصاديه طبعا. اكيد بدك ما انتش كمان. هلا مرقت ست قصينا على شقفه. اها شو بيعملوا هذا للطبخ وهيك؟ ايه هيدا بينعمل كبه وشوربه وكل شيء. طبعا كبه لقطين طيبه. بتلاقين كثير طيبه. هلا شايفه كمان بتعملي صاج. نعمل صاج، هيدا نحن انا بخبز بنخبزه نص خبزه. اها. وبهدي بالبراد شهر وبالفريزر شهرين، يعني ما بينتزع ما بيصير له شيء. هلا مشان نعجل على الزبون، مشان يقعد ينطر وطرق وسويه وهيك. صح. بنعجل على الزبون. عندي زعتر وكشك، زعتر من عندي من البلدي، بحط له فليفله حلوه حمراء، فليفله حاره كمان حمراء، وسمسم وجوز. وزيت والكشكات طبعا، وهي دول سمنه وسمسم وزعتر وجبنه. بعمل نوعان جبنه. شو هن؟ عكاوي وموزاريلا. بس هلا ما عندي لانه هي العكاوي اكثر شيء ماشي تقريبا. عكاوي مع موزاريلا هيك صرت طماطم. اوكي وهيدا عندي خبز الساج. كمان هيدا خمس ترغفه، الخمسه بيعملوا 10 لانه الكبار كثير. خبز عندنا من فوق 120 الف الربطة. يعني برا بقولوا لي 80 او 100 بس هيدي لانه دبر. وبالنسبه لشو ستنينة اي ساعه بتفتح المحل؟ 7:30 7:30 الصبح. ايه. ولاي ساعه بتضلي؟ للعشرة. وايام اذا بكون عندي شيء بس ايام 10. حلو. فكان مثل ما قلنا هون سنوبرا اول شارع على اللبان. اول نزلت اللبان بعد صندوق الزكاه. ايه بعد صندوق الزكاه بنايه المستقبل هيدا. ايه. مكتوب منتوجات كفر سلوان وجبليه كمان. هو انا عملت لوحتين انا عيابي. ايه بس نبض حنو انا بدي ياخذه وهيك فرته بايده بضل طعمته فيه وريحته فيه. يعني خليت تتعلم الست انه ما تطحن كل شيء، تاخذ كل شيء حابه وتطحنه هي. وهو اللي هذا شو هاي الزهرات؟ هيدا لا هيدول كبه التجبنوبيه، بهارات الكبه، بهارات الكبه بتطحنهم. طحنت شوي انا يعني منشان انه سهل على الست، بس انه افضل الست اذا بتشتري تشتري حاب. وهي الكزبره، هيدي القرفه، هاي اليانسون، هاي دول شغل جنوب زرعة. ايه عرفت؟ هودي اليانسون والكمون. حلو. بالنسبة لهالشنط هيدي شو قصتها؟ هيدي عندنا ستات نحن جمعيات ان جي او بيعملوا ريسايكل وبنحب نساعدهم، بنحب نساعد يعني ما بهالوضع اللي نحن فيه. حطون عندي ما عندي مشكله. وكمان تابعين للموني لانه كيس كيس لك مهضومين يعني هيك لحتى واحد ما ياخذ كيس نايلون بكون عم بحافظ على البيئه كمان. على البيئه في كرمال البيئه اكثر من كمان. حلو. كل واحد شيء. شو ست نينا؟ هيدا فريك. فريك بينعمل مع الدجاج، هيدا افخم اكل. اها هيدي بي... بس ليش حطوا صغيره هيك؟ ما هو هيدا القمح الخضرا كامله بيقطفوه بيعملوا. بعدين اقول لك شغله، هاي بالايام العاديه لما كان دولار 1005 كانت اغلى من كيلو اللحمه. عرفت؟ وبحكيك كمان وهيدا شو؟ هيدا سمسم بلدي، هو اسمر مش محمص، هو اسمر بلدي. هي شغل الجنوب عند ست بتعملهم هي وجابته من عندي. انا قلت لك الموضوع انه بلدي جبلي، يعني الجنوب بيعتبر جبل. ايه اكيد. ايه بتعاون معهم كمان. الاشياء الموجوده عندنا بقول عندنا، ما عندنا انت بتعرف انه ما في. خبرينا ستنين عن رب الحار. هذا رب الحار ورب الحلو اسمهم فليفلي، فليفلي الحلوه وفليفلي الحار. هي بتتاكل مع كل شيء، بيتزا باستا اي شيء كثير طيب. وحتى بدك تدهنها ساندويش تاكلها طيب الحاره والحلو هذول الاثنين. يعني حاره مش كثير حاره؟ لا لا مش كثير حاره. لا طبعا مش كثير. وهذا كمان شغل ايه طبعا شغل ايد شغل بيت.